كابتن وليد صلاح عبد اللطيف. كابتن وليد اهلا بيك. حبيبي يا هاني، ازيك يا هاني يا هارد حبيبي؟ لك الله كابتن، يخليك. الحمد لله على كل شيء. هارد لك الحمد لله. هارد لك. الحمد لله والله، هارد لك للشعب المصري كله ولاعيبة المنتخب بالاخص والجهاز الفني اتحاد الكورة. يعني ضياع حلم كبير، كنا نتمنى ان احنا نروح كاس عالم، لكن عندنا اخطاء يعني بعيد عن اي حاجه، في اخطاء طبعا فنيه، وفي لازم يبقى في احلال وتجديد في المنتخب، لازم كيروش يقعد معانا، يقعد فتره عشان يشتغل ويختار عناصر جديده تكون جيده، ولازم يبقى في يعني انا بحس ان هو بياخد قرارات فنية لوحده دون الرجوع للجهاز الفني من وجهة نظري يعني. وخير خير دليل على كلامي الحتة الفنية، يعني رامي ربيعة، احنا عارفين ان رامي ما بلقى يعني بقاله كتير ما بيلعبش في النادي الاهلي ايوه اساسي، فبالتالي المنطقي كان بيقول ان علي جبر هو مثلا اللي يبقى موجود يعني. زائد تغيير ايمن اشرف انا ما فهمتهاش بصراحه، يعني برضو اخطاء فنيه، يعني في اخطاء فنيه كتيره، بس انا مش عايز ادخل في الحته دي. لكن لازم نلعب كوره، احنا ما عندناش يعني احنا ما بنلعبش كوره هاني، يعني انا مش عايز اقول كده، بس انا زعلان ان احنا ما طلعناش كاس عالم، لكن في نفس الوقت اللي احنا شفناه ما يخليناش نروح كاس عالم برضو ككوره، يعني احنا ما بننقلش ثلاث اربع نقلات في الملعب، ما فيش تحرك من غير كوره، ما فيش صح. استلام وتسلم، فين فين يا هاني الطرفين بتوعنا؟ كم كروس اتعمل النهارده؟ فين الشغل بتاع العمق؟ كم سلو باص اتعمل من نص الملعب؟ يعني احنا بندافع بس، سواء هنا في مصر او هناك، يعني احنا ما بنلعبش كرة هاني بمعنى الكرة، احنا عندنا عناصر جيدة وعندنا لعيبة كويسة، في بعض العناصر لازم تتغير، لكن كاجمالي احنا ما عندناش خطة او ما عندناش شكل في الملعب. ايوه فده امر طبيعي، احنا كافحنا وعملنا اللي علينا من لاعب منتخب كبير جدا ومن لاعب افراد عاليه جدا، وكان ممكن في وقت من الاوقات النهارده ان احنا نسجل. لكن برضو حتى الشغل بتاعنا بيشتغل بيبقى هجمه مرتده سريعه وعايزين نخلص من الكوره، يعني ايوه صح. الفكره كلها هاني ان محتاجين وقت، كروش لازم يقعد، ولازم يبقى فيه تشاور في الجهاز الفني على اللعيبه، لان الطبيعي جدا النهارده ان بعيد عن اي حاجه الحاجات الفنيه ان علي جبر هو اللي يبدا عشان الاطوال والراجل جاهز، ورامي ربيعه في الاهلي مد راح 10 ايام ولا 12 يوم، فالراجل مريح ويجي يلعب اساسي منتخب مصر. كيروش قال دلوقتي في المؤتمر الصحفي يا كابتن وليد انه حان الوقت لاترك قياده منتخب مصر لشخص اخر، يعني واضح ان هو كمان غير ان عقده انتهى، واضح ان هو قراره هو الرحيل مش الاستمرار، حتى لو في تفاوض يعني الاستمرار. والله يعني هو لازم يقول كده لان عقده انتهى، لحد ما يلاقي رد فعل من اتحاد الكوره، يشوف اتحاد الكوره عايز يجدد مع كروش ولا لا. ايوه لكن انا شايف اللي هو مدرب كويس ومدرب اسم وعمل شكل وعمل تغيير شويه على الاقل، طلعنا من طريقه 4 2 3 1 اللي احنا زهقنا منها، لكن 4 3 3 او 4 4 2 الراجل جاي عايز ينفذ شغل او تكتيك معين، يا ريت يقعد، يا ريت لو اتحاد الكوره عايز يعني نصيحه يقعدوه، لكن هو لو مش عايز خلاص ده حاجه ثانيه. لكن اكلمك هاني بامانه وبكل وضوح، احنا ما بنلعبش كوره،
للاسف انا زعلان ان انا بقول كده. لا عندك حق. لكن تعالى يا هاني شوف انت كم هجمه رحت بيها، كم جمله، قول لي فتوح عمل كم كروس، قول لي عمر جابر قبل ما يطلع ولا امام عاشور، احنا قاعدين ندافع، احنا بندافع بس. حتى اشاداتنا للعيبه كلها في المباراه النهارده كانت اشاده الحمد لله دافعنا كويس، الحمد لله منعنا هجمه خطيره كويس. لكن ما قلناش النهارده نجم الماتش، نجم المباراه مين يا هاني؟ الشناوي وامام عاشور من وجهه نظري اللي هضيف عليه بالظبط. بس الشناوي لما انا اقول نجم المباراه الشناوي يبقى معناها ايه؟ ان احنا ضغطنا بشكل، ان احنا واقفين في ال 18 بتاعنا، صح، ما بنعديش حتى نص الملعب. هو صلاح النهارده لمس كام كوره؟ هل صلاح ترى مقصر في مباراه أبداً النهارده؟ ابدا ابدا ابدا. وصلاح لعيب ده فخر العرب، فخرنا، مظبوط، شكلنا قدام العالم. لا النهارده هو جات له كوره اصلا النهارده يعني؟ هو في حد ساعده النهارده؟ الراجل كان لما الكوره بيستلم تحت ضغط وهو قصير وبيستلم، صح، وسط عمالقه ويحط كرة تحت رجله وبيسلم شكل، لكن ما فيش حد بيسعفه، صح، عشان كده بقول لك ما فيش نص ملعب عندنا يا هاني. لازم يبقى عندنا نص ملعب 4-3-3، عايزه ثلاثه في نص الملعب تقال. لكن تمام، اداء رجولي في الناحيه الدفاعيه يعني، صح، كابتن وليد هارد لك مره ثانيه.